هنا من تحت قبة البرلمان الأوروبي يعلو صوت التضامن الدولي مع قضية الشعب الصحراوي العادلة التي باتت متسلحة بالقانون الدولي، وباتت دلائل خروقات وانتهاكات المحتل المغربي واضحة للعالم، ويرافع لها فقهاء القانون من النخب الأوروبية رسائل دعم قوية لفرض احترام القانون الدولي. نظمنا هذا المؤتمر للحديث عن الأسس القانونية للقضية الصحراوية والتحليل القوي للأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهدفنا الأساسي هو التنديد بالاحتلال في الصحراء الغربية. علينا أن لا ننسى الظلم الذي تعرض له الشعب الصحراوي، لأنها ليست مظالم من الماضي فقط، بل هي مظالم من الحاضر أيضا ومسؤولية تاريخية. نعم، البرلمان الأوروبي يجعل أوروبا في مواجهة مع سيدة القضاء الأوروبية محكمة العدل الأوروبية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعن أراضيه وثروته المسلوبة. تتضح الرؤية حول واقع معاناة الشعب الصحراوي وحقيقة ثرواته المسلوبة، لينكشف خطاب المحتل وأساليبه الغير الشرعية لشراء الذمم وفتح مشاريع استثمارية في الأراضي المحتلة لاستمالة الدول المتواطئة في نهب ثروة الشعب الصحراوي. الحكم هنا ينص على أن الموارد الطبيعية هي موارد شعب الصحراء الغربية، وهو المالك الوحيد لموارده الخاصة، لذلك نطالب بتجسيد إلغاء قرارات اتفاقية الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. نحن هنا لتعبير عن وقوفنا إلى جانب الشعب الصحراوي ودعمه، وندعو البرلمان الأوروبي إلى مواصلة الجهود لتجسيد قرارات المحكمة الأوروبية الداعية إلى حق الشعب الصحراوي في موارده الطبيعية. الضرورة ملحة من أجل أن يقوم البرلمان الأوروبي بمراقبة المفوضية الأوروبية ومجلس الدول الأعضاء على أن لا يكون هناك أي التفاف على هذه الأحكام، وأن يتم تطبيقها بجدية وبصرامة. هذا ليطالب المتدخلون من خلال ورشات الندوة الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية والتعامل مع القضية الصحراوية كقضية أمن إقليمي ودولي انطلاقا من هذه الأحكام. من البرلمان الأوروبي مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى بروكسل، خليدة حجلالي.